زي ما انتم شايفين حضراتكم على الشاشه، يمكن دي لقطات حصريه من مران فريق النادي الاهلي، وده المران الثاني للنادي الاهلي تحت قياده السويسري مارسيل كولر. قدامكم على الشاشه يمكن كولر والجهاز المعاون، كابتن سعد عبد الحفيظ موجود، مدرب الاحمال اهو كمان نازل مع الكابتن سيد، وكان موجود امبارح بالطبع مدرب الاحمال مع كمان دكتور احمد ابو عبله عشان موضوع القياسات البدنيه. شفنا كمان لقطات لاليو ديانج، اليو ديانج اهو انتظم في التدريبات، عاد من الاجازه والاجازه اللي كان واخدها الفتره الاخيره، موجود اهو في المران الجماعي. شايفين كمان مصطفى شوبير وعدد من اللعيبه الصاعدين من قطاع الناشئين، علي معلول كمان موجود اهو في المران الجماعي. علي معلول كمان هينضم للمنتخب التونسي، عنده اجنده رسميه مع المنتخب التونسي خلال الايام القادمه، يمكن تونس عندها مباراتين وديتين مع جزر القمر ومع البرازيل في الاجنده الدوليه، فتم استدعاء علي معلول. شايفين كمان رامي ربيعه، يعني كل اللعيبه ان شاء الله هتكون موجوده في الفتره اللي جايه. ولكن طبعا مجموعه اللاعبين الدوليين، محمد الشناوي، ايمن اشرف، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، حمدي فتحي، دول هيكونوا موجودين طبعا مع المنتخب الاول خلال الفتره القادمه. والنهارده حتى شفنا بعض الصور ليهم في استقبالهم كروي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، يعني دخلوا خلاص معسكر منتخب مصر خلال الفتره اللي جايه، هيلعبوا مع المنتخب مباراتين وديتين في شهر 9. لكن دي بدايه مرحله الاعداد بالنسبه لفريق النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، تدريبات جماعيه بشكل يومي على ملعب مختار التتش بالجزيره. طبعا مارسيل كولر لسه هيحدد بقى الفتره اللي جايه المباريات الوديه، لكن ده مش هيبقى من دلوقتي. قدامنا هو كمان محمود متولي، نيولوك جديد لمحمود متولي في تدريبات النادي الاهلي. ان شاء الله الفتره اللي جايه نشوف محمود متولي بشكل اساسي. لعيب صدفه سوء حظ غريب جدا في الفتره السابقه بسبب الاصابات، لكن ان شاء الله يكون في الفتره اللي جايه جاهز وبيشارك مع الفريق بشكل اساسي. طاهر محمد طاهر، احمد عبد القادر اهو كمان قدامي في الصوره مع علي معلول، محمد هاني كمان موجود، ان شاء الله كمان اكرم توفيق هيكون موجود الفتره اللي جايه في المباريات الوديه، وان شاء الله باذن الله هتبقى في عدد من المباريات الوديه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه عشان تبدا تحضر بقى للفتره اللي جايه، لان اول مباراه رسميه ليك هتكون ان شاء الله يوم 7 اكتوبر مع اي من المتاهلين سواء الجيش الرواندي او حتى اتحاد المانشستير التونسي. هتلعب مباراتين 7/10 و15/10، ثم انطلاق الدوري 16 اكتوبر ولقاء السوبر مع الزمالك يوم 28 اكتوبر. كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في المرحله اللي جايه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نواصل باقي فقرات برنامج الترند.